وماعز التسمين، عندي عايز اعمل مشروع تسمين للغنم، ايه المطلوب مني؟ اول حاجه اجهز عامل، كل 100 راس لهم عامل. تاني حاجه لما اجي اشتري الحملان يجب اختبرها في نشاطها، حيويتها، طولها، عميقه البدن ولا لا، الاضلاع بتاعها واسعه ولا لا، الارجل غليظه ولا مش غليظه، الراس كبيره ومربعه، العظام واسعه. كل الحاجات دي لما اجي اشتري الحمل لازم اختاره بالطريقه دي. التسمين لما اجي ابدا ايه، ابدا اسمن الحمل على عمر ايه، ابدا اسمن الخروف عند عمر 40 يوم. بعد هو بيتم الفطام بتاعه عند 60 يوم، انا ابدا اكله الاكل الجيد بتاعه عند عمر 40 يوم عشان ما يقلش، بحيث انه ما يقلش وزنه عن 13 ل 15 كيلو جرام، ابدا اغذيه على العلف. بفضل دخول الحملان عند وزن من 15 ل 17 كيلو جرام. ليه؟ يكون في الوقت ده الكرش بدا يكتمل نموه وبدا يتعود على الايه؟ على العلف التسمين اللي انا هدخله. ابدا ابيع بعد قد ايه؟ بعد عمر 45 كيلو. انه بعد ذلك، بعد ال 45 كيلو ده يبدا يكون الدهن بيبقى اكتر من اللحم. فالعائد من التسمين بيقل وبتنخفض طبعا، كلها دهن دهن، الذبيحه اللي انا بذبحها بتنخفض قيمتها وبيقل اقبال المستهلك عليها لزياده نسبه ايه؟ الدهن فيها. فبعد 45 كيلو يفضل 45 ل 50 كيلو ابيع الحيوان. لازم اعد الحيوان قبل بدايه التسمين. ايه؟ في نقاط مهمه قوي احطها في دماغي عند لما اشتري حيوان وعند استقباله وقبل دخوله للتسمين. اول حاجه اعملها ايه بيطريا؟ القضاء على الديدان والطفيلات الداخليه والخارجيه. اول ما اشتريه على طول ارشه بالمحلول زي ما احنا شفناها دلوقتي، لو رجعوا تاني بمحلول ديزانون واحد في الالف وبيحق او وحقن واحد ملي ايفوماك سوبر لكل 50 كيلو جرام من وزن الجسم تحت الجلد. يبقى اول ما استلم هعمل كده، نبدا حتى لو نعيد الرش تاني، ده اول استلام عندي، ارش وادي ايه؟ الايفوماك. تاني حاجه المزرعه والارضيه والحظاير لازم برضو ارشها بواحد في المية ديزانون، ارش ايه؟ الارضيه اللي حوالينا كلها، احارب الاراض لان هو اكتر حاجه بتعمل لي مشكله. لو في اراض لازم احاول احط جير حي، ارش الديزانون في كل حته، اقضي على الامل والايه والجرم. تاني حاجه اعملها بعد الرش وبعد حقن الايفوماك وبعد مكافحه الحشرات، اعمل ايه؟ ادي ارزينال تحت الجلد عشان افتح الشهيه بتاعته لمده ايه 4 ايام، وادي كمان الايميزول عشان اتجنب الايه طفيليات الدم ومشاكل البابيزيا والسيلاريا. يعني انا اديت ايفوماك وبعدين اديت ارزينال وبعدين اديت ايميزول وبعدين ابدا ادخل الحيوان ده على العلب بتاعه. في تحصينات لازم ادخلها زي تحصينات ضد الكوليستيريديا وتحصينات ضد الباستريلا حسب الجرعات والكميات المناسبه اللي موجوده. اعمل حاجه كمان اللي هي رقم 4، ان انا بستبعد الحيوانات الصغيره اللي بتصيب اللي جالها اسهال متكرر، كل حبه الاقي في اسهال جاي لها، في اسهال جاي لها. دي من اول دوره التسمين اتجنبها. الحملان اللي دايما بتخش في اصابات رئويه او اصابات معويه بكميه كبيره ديت ابيعها قبل ما اكمل معاها دوره التسمين بتاعها، لانها بتقلل كفاءه الهضم عندها وتقلل كفاءه الامصاص وبالتالي معدلات نموها بتبقى قليله جدا. في حاجه مهمه كمان لازم نخلي بالنا منها اللي هي الرعايه الصحيه. الرعايه الصحيه لمزارع التسمين، خلي بالنا زي الابقار بالظبط، تنظيف وتطهير الاراضي والارض والحوائط، اسقف المعالف، السقايات، قبل دخول الحيوانات لازم اراجع الحاجات دي كلها وارشها واعمل جير حي واسيبه ينطفي براحته، وبعدين اجيب قش في المواليد الصغيره، قش نظيف، وابدا احطه يوم 2 3 وابدا اشيله.
لازم المزرعة تكون جيدة التهوية، نفس الكلام اللي بنقوله أخواننا في الأبقار، هو الهاوسنج بتاع الغنم هو الهاوسنج بتاع البقر، يعني التسكين بتاع أي حيوان لازم يكون جيد التهوية، معرض للشمس، خالي من التيارات الهوائية، خالي من الأتربة، خالي من أي من الفورم بودي اللي هي الأشياء الغريبة اللي ممكن مسامير أو أي حاجة، الأشياء الضارة، زلط، حجارة، قماش ممكن ياكله، حتة مشمع، حتة كيس بلاستيك، لازم ننظف الحاجات دي كلها تماما من قبل ما ندخل عليها القطيع بتاعنا. كمان اشيل الروس والبول والميه، لازم يكون له مجرى تروح فيه، وفي قنوات سطحيه في خزانات تدي خارج الحظيره بره، وعشان تبقى الريحه دايما خاليه من الامونيا والحيوان يقدر يتنفس صح. ده لو انا بقى عامل ايه اسمنت او عامل حاجه في الارضيه كده. كمان الحيوان ده بيطلع صوف، والصوف ده انا بعرف ببيعه، ويعني يعني فلوس جايه لي، لازم ده انظفه، اجيب فرشه ناعمه يوميا ابدا انظف الاظافر بتاعه، ألمها لو هي كبيره، ودايما التقليم بيبقى في الصبح بدري، ما اسيبش الخروف يبقى الظلف بتاعه عامل كده ومش عارف يمشي. تاني حاجه اشوف الاوزان، الاوزان بتاع كل اسبوعين اوزن او كل شهر اوزن، والحيوان ده اشوفه معدلات نموه معايا ماشيه كويسه ولا لا، ولا حيوان ضعيف ونسبه نمو معدلات نموه وحشه استبعده من التسمين من بدري بدري كده. اول ما اوزن ولا ده كل مره الاقيه اديله علاج ويجي نفس الوضع معدلات نموه وحشه، لا ابدا اخلص منه من القطيع بتاعي عشان في الاخر يبقى انا اوصل للماكس اللي انا عايزه. في حاجه مهمه برضو، المراقبه الطبيه، نشوف الجهاز في اسهال، في امساك، في لكمه، في انتفاخ، في امراض نقص التغذيه، تمثيل غذائي، يبقى معايا طبيب بيطري شاطر ويبدا يبص في اي 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 مشاكل لامراض اخرى، في جرب انتشر، في حاجات نفوق، فلازم يبص على الحاجات دي كلها لو معايا طبيب بيطري. كمان اخلي بالي كمان من القرون، لو قدرت يعني ازيل القرون وهي لسه صغيره عشان ما يعمليش كل نطح كل حبه ومشاكل كل شويه يبقى افضل. ابعد عن الذباب، ابعد عن الملوثات، ابعد عن اي حاجه ممكن تضعف لي معدل النمو بتاع القطيع بتاعي. في بعض الناس بتعمل اللي هو خص الذكور، في بعضهم بيفضل بعد عمر 6 أشهر بيجي الانتخاب ذكور التربيه، بيقوم جاي خاص الذكور ومخلي له كام ذكر للتربيه له عشان يشتغل فيه. الحظاير زي ما احنا شفنا في الفيديوهات بتاعنا، يا اما حظاير مفتوحه او حظاير مقفوله. المفتوح يعني سهل معامله الحيوانات فيه، قليل التكاليف، بيتنشا بسرعه، العماله بتاعته قليله، والحيوان فيه بيبقى مرتاح ومعرض للشمس والضوء، ده بيقضي على معظم الميكروبات بشكل عام. من عيوبه ان هو سهل نقل العدو، ان هو جنب بعض وينقل العدو. ما بعرفش اتحكم في كميه الغذاء لكل حيوان، مش كل حيوان احط له الاكل بتاعه قدامه. زمان انتوا شفتوا كده، لو احنا نعيد الفيديو تاني هتلاقيه كله بيجري في وقت واحد، فممكن واحد ياخد اكتر من التاني، واللي بيزداد قوه هو اللي بياخد اكتر. كمان الحيوانات العامل يبقى معاه عينه على الحيوانات وهي بتاكل، اللي تلاقيه بيزاحم هنا وبيزاحم هنا وبيزاحم هنا، يا دوبك يعرف ان هو خد كل يبدا يجنبه ويشوفه. يعني حتى لو احنا المخرج يسمح لنا يعرض جزء من الفيديو الاولاني يشوف الحيوانات بتجري ازاي او الكباش بتجري ازاي على الاكل، في الضعيف بيزداد ضعف والقوي بيبقى ايه اكبر وياخد اكتر من حقه. فلازم احنا نبقى ايه عينينا على التغذيه، واحنا بنحط تغذيه واللي بيزيد عن حقه نرجعه لورا. زي ما احنا شفنا كله بيجري مره واحده، لكن لو فردي هتدي لكل واحد الجزء بتاعه بس. طيب لو انا حبيت اسمن الحول ده اعمل ايه؟ يعني ازود بقى كميه الدهن وازود كميه ده يعني عايز اقلل اكبر بقى اكتر من كده اعمل ايه؟ ببدا التسمين بتاعي في شهر شعبان عشان رمضان، وبعد كده يخش العيد، يعني اجهزه في شهر شعبان وبعد كده رمضان وبعدين عيد الاضحى وبعد كده عشان ابيعه ايه في العيد قبل بدايه. لازم اعمل التسمين
استخدم اللي علي بسرعه كده اكتبوها ورايا، لان خلاص الوقت ازف وانا هطلع يعني هطلع فاصل. هحب اقول لكم ايه اللي علي ده، ولا نقولها ان شاء الله ليكم؟ بس هناخد فاصل صغير. جهزوا نفسكم عشان همليكم العلايق في موسم البرسيم ند ايه، وفي موسم الصيف ند ايه للخرفان اللي احنا هنسمنها ان شاء الله عشان نبيعها في عيد الاضحى. مشاهدينا الاعزاء كده يعني البرامج والعلايق هنقولها لكم، والحلقه القادمه ان شاء الله هتكلم على اهم الامراض. النهارده هاخد الوقت فاصل، وهنستقبل بعد كده التليفونات بتاعتكم. المخرج هينزل لكم التليفونات على الشاشه هتشوفوها، وبعد كده نستقبلها ان شاء الله معاكم بعد الفاصل مباشره. فاصل ونتواصل. اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء. العلايق اللي احنا نعملها للحيوان للحول المسمم، احنا زي ما احنا اتفقنا قبل كده في موضوع العلايق، في قاعده عامه بنقولها في كل الحيوانات. كل 100 كيلو جرام وزن حي وباله كام؟ من 2 ل 2.5 كيلو جرام ماده جاف. كلام جميل. او من 2 ل 3 كيلو جرام ماده جاف. انا عندي الحيوان اللي معايا او الحول اللي معايا وزن 40 ل 50، يعني هياخد من 1750 ل 2 كيلو جرام ماده جاف. ادهولهم ازاي؟ لو احنا عندنا في موسم البرسيم بدي 8 كيلو برسيم، نص اكتبوا ورايا، نص كيلو تب، نص كيلو علف مصنع. ده لو احنا ايه هنعمل في فتره الشتاء، فتره البرسيم. طب فتره الصيف هدي بدل 8 كيلو هدي 750 جرام دريس، وربع كيلو تبنه برضه، وواحد كيلو جرام علف مصنع. طب ايه هو العلف المصنع؟ العلف المصنع زي ما احنا امله لكم برضه اكتبوها كنسب. 40% ذره، 25% رجع كون، 20% كزب قط، 12% نخاله، 2% حجر جيري مسحوق، زائد 1% ملح طعام. دي التركيبه اللي تاخد منها وتعمل الايه التركيبه بتاعتك بالنسبه للحولي. ده المركز والدريس او البرسيم او التب. معانا